شنو جوكم التوينسة غادي تقابلوا ولا ايه نتقابل انا ورفيق انا وحمدي كنا انا رفيق كاب ايه قراب لك ولا كيفاش اي قريب لي رفيق قابل البلاد الاخرين بعاد في فرجيني بعيد وعلي بعيد اما تحكيه ولا في الماتشويت فماش دي كوليس صار في الماتشويت مع التوينسة كيفاش ما حاجة تصاروا هكا في الماتشويت كونتر التوينسة ليه نرمال خاطر فما خرج كلام على حكايه مع حمدي صارت كلمه مناوشه بينك وبين حمدي انك ما مع الزمالك تناوشوا حتى في الشارع انا انا وياه قهوه نتناوشوا شنو صار وقت تلاقيشنا وقتها مش تلاقيشنا نحكي ونرمال هما ما نحكي ونحنا وبصوتنا عالي هما يقول لك مناوش ما صار حتى شيء شنو يا سيف تفاش في الماتش تلموا الملاعبيه منه ايه هذيك مش هو انا وقتها انا خذيت ورقه حمراء في الاخر ومتاع بن شرقي هذيك مش متاعها مع حمدي هذيك باش نحكي عليها شنو صار مع حمدي وقت ما صار شيء شو قلت له انا قلت له يا حمدي سايب علينا وقال لي شنو سيف درشني كهو والله فات غاز خاطر فما شفت شكون كتب سالته على ظهر والحكايه نتاع حسين الشحات ليه هكا تو بالحق ليه تصلي على النبي يا مصحاب برشا انت وحمدي صحاب اي صحاب حمدي إنسان معناه متربي برشا وعاقل برشا والله محلي على الأخر قسما بالله معناه حتى ممكن يسمع فيه توا اللي وقفوا ولا اللي صارت معاه المشكلة قسما بالله حمدي عز الناس والله ذكروا لي حمدي نجاز تم إيقافه منذ يومين تقريبا ربي فكسر عندك فكرة على الحكاية والله معناه مناوشات هو والواحد هو عون أمن هو عون أمن معاش كلمت شكون قريب له حد دار ومسألت على حكاية قريب شي تفض ما عندك شي فكرة لا والله لا الحقيقة ما عندي شام إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله ربي معاه وربي فك كسره خاطر الفريق ما يحبه حتى حد سيرتو حتى واحد وسيرتو في رمضان صحيح طاوة الجامعة كلفة دوز محامين أمين موج وحامد المغرب إن شاء الله باش ينضموا المحامين اللي قاعدين دافعوا على حمدي إن شاء الله على قريب يكون يخرج حمدي النجاز ويفك أسره إن شاء الله إن شاء الله ربي معك حكيت على بن شحكاية متاع بن شرقي كيف شنو صار فيها هذيك نشري بالكورة وجبدني من تالي وجبدني من تالي هكا وضربني معناها أنا ما طحتش أخي عملت هكا ما رفقي شي في عين إيه انا خذيت ورقه حمراء انا مش بالعاني معني حركه لا اراديه انا كيما نقول وانت بنيت بالعاني مش بالعاني لا والله لا يعني مش نضربه في 90 دقيقه راه هذيك نحكي لك في 90 راه الاربيتر عطاني ورقه حمراء وهو ما نعرفش عطى سكو عطاه ولا وقت ما نعرفش انا خرجت وهو الاربيتر زفر وفي الماتش خلطت على ايش شنو صار في التونيل بقى اي تعرضوا له تعرض له كابتن عماد ومعناه ستاف نتاعنا تعرض معناتها ما وصلكش لا لا ما وصليش فهمت ومن بعد ما صار حتى شيء وفهم اللي انا مانيش بالعاني وفات الحكايه ما حكيتوش بعد ولا حاجه لا بعد ما حكيناش ما عندش